صباح الخير وصباح النور، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير و 5 وفي احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دوك الضيف اللي تما، شفتوا الضيف؟ لا ماشي هو الضيف اللي جاي اليوم، هذا هو اللي غادي داير عليه فيلم. اليوم جاي عندي واحد ضيفه عزيزه عليا بزاف، كلشي كيعرفها، هاجر الشريف. جاي عندي اليوم ان شاء الله، عنده واحد الغرض في كازا وغادي تدوز هنا تزورني ان شاء الله هي وختها، وانا موجده ليها هادشي حيت انا ما عارفاهاش الصراحه علاش كتوحم هي. الصراحه الوحم ديالها ما عارفاش كيفاش داير، لحقاش هي من نوع اللي ما تياكلش. المهم انا درت هذيك الحوته غنديرها على الله، ما عرفتش واش غتاكلها ولا ما غتاكلهاش، ويا ربي تاكلها. المهم غنحاول ندير كاع الخبره ديالي في هذيك الحوته باش تجي بنينه باش تتكال. المهم البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نوريكم. هنا خديت واحد الحوته وهنا عندي داكشي ديال اللي قامه وداكشي، انا كلشي غادي نوري لكم دابا. غادي تحضروها معايا حتى نتوما تشوفوا كيفاش غادي نحضرها. اختي غادي تصايب واحد شلاضه ديال الخضره ها نتوما، يلا دارت اللوبيا طلقات ليها، دابا غادي دير شي لاخر. المهم ها نتوما معايا، ناري الظلمه 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 الظلمه. وهنا كيف ما كتشوفوا راني وجدت بعدا هادشي الاول، بعدا كل شيء جاني على غفله، خرجت غير دابا جبت قديت داكشي، خديت هاد الحوته البنات وقلت ليه حلها ليا من هنا لحقاش غادي نعمرها. ها هي راني غسلتها وكل شيء، شوفوا واش كتبان لكم من تما. ها هي البنات حوته كبيره، راني قلت ليه يخويها ليا باش انا غادي نقلبها بحال هكا باش صافي، غنخليها بحال هكا راه كتقطر باش تقطر مزيان. هنا خديت تقريبا واحد الربعه ديال الكروفيت باش غادي نعمر، غنعمرها ايضا بالفيرميسال، هذه ما غنديرهاش كلها، غندير الشامبينيون والشامبينيون نوار هذا غالي البنات. وغادي ندير الزيتون، بالنسبه لهذا الزيتون هذا راه غير باش نزين وصافي، ما غاديش نعمر به، انا غنشوف الا عندي واحد الزيتون واحد اخر. والفلفله هكا خديت غير وحده 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 باش نزين ان شاء الله. غادي ندير هاد الحوته معمره وغادي نزينها، غادي نرافقها هكا بصلصه الطماطم بالثومه وبالعطريه. المهم ها نتوما معايا وان شاء الله تعرفوا كل شيء. وهنا اول حاجه غادي ناخذ هاد الحوته هادي البنات، هنا بعد ما تقطرات ليا غادي نبدا نفلحها شويه هكا، نفلحها غير شويه ما نغرقش الفلحه كما كتشوفوا، باش غادي ندهنها بواحد لاصوص غادي نصاوب هذه دابا صافي، غير ثلاثه من جهه وثلاثه من جهه اخرى. صافي وكيما وريتكم هي راها محلوله من الظهر، ها هي راه محلوله من الظهر، من هذه الجهه غادي ندير ليها الحشوه. صافي غادي نرجعها دابا ونوريكم اشنو غادي ندير في الحشوه ان شاء الله. هنا عندي عصير ديال الحامض هو الاول، غادي هكا عصرتو. المهم البنات كما كتشوفوا هنا خديت العصير ديال الحامض، غادي نزيد عليه هنا واحد جوج دروس ديال الثومه يكونوا كبار، غنزيد عليه شويه ديال شويه البزار، شويه ديال الملح. هذا البنات هي بحال ماريناد ديال الحوت، الا عندكم الزعتر ديروه، انا حيت ما عنديش ما غاديش نديرو، ولكن ديروه راه تقريبا راه ضروري. شويه ديال التحميره، كثرش من التحميره بزاف باش ما تلونش ليا الحوته بزاف. وغندير الزيت البلديه صافي. غادي ناخذ واحد الطبسيل، هذا الطبسيل اللي هو اللي ناخذ هذا الطبسيل هذا، وغنجيب هاد الحوته باش نحيد هادشي. كما كتشوفوا غادي نجيب هاد الحوته وغادي نخلط هاد لا ماريناد اللي درت، وغادي نبقى هكا ندهن بها الحوته مزيان لحقاش غنخليها ترقد واحد شويه فيها باش كتجي بنينه البنات. غندير هنا من الوسط، واخا راني غادي نعمرها انا غندير لها هاد لا ماريناد هي الاولى، ندير لها الماساج كما درتو للدجاج، قلتو لي داك الدجاج تهليتي فيه درتي ليه الماساج، حتى الحوته حتى هي غندير لها الماساج.
المهم ندخل في هذوك التشليحات اللي درت صافي. غنخليها نخليها هكا شويه تنوجد المقادير الاخرين وعاد ان شاء الله غادي نرجع ليها. دابا راه اختي كتصاوب الشلاضه، غنزيد هنا الوسط. اختي كتصاوب الشلاضه وانا هنا كنصاوب في هاد الحوته صافي. غندوز دابا معاكم باش نوريكم الحشوه اللي غادي ندير الوسط. البنات سولتوني على هاد الماكينه واش كطحن لك كلشي، راه كنطحن بها كلشي البنات، وانا دابا غادي نطحن بها حتى الربيع. راه كنطحن بها الخضره، الكفته، اللحم، الدجاج، كلشي كنطحنو. كاوكاو شفتوني طحنت فيها كاوكاو، كنهرمش فيها اللوز، كلشي كنديرو، كلشي كديرو هي بالحق ماشي انا. هنا راه الربيع راه نشفتو مزيان وغادي نطحنو فيه. المهم نطحن الربيع ونرجع معاكم. وغندوز دابا البنات باش غادي نبدا معاكم الحشوه ان شاء الله. المهم انا غادي ندير هاد الفيرميسيل، ها هي غندير القياس، ما نديرش كلشي. وغادي ندير باقي هاد المكونات، غندير غندير شامبينيون، هاد شامبينيون نوار، الربيع، الثومه، وخديت واحد شويه ديال الزيتون هكا قطعته. ما غاديش نشحر البنات هاد الحشوه لان ما كتعجبنيش انا هكا كتجي مشحره، كنفضل انها لان مازال غادي طيب في الفران، كنفضل انها يعني تبقى هكا طريه وتطيب طيبه وحده. وغادي ندير هاد الشامبينيون هذا بلون، لا شامبينيون بيض، وغندير الكروفيت. هنا بالنسبه للكروفيت درت شويه باش ينسم، وغادي ندوز باش ندير ان شاء الله العطريه. وكيف ما شفتوا هنا بالنسبه للعطريه درت الملحه، البزار، لا الملحه باقا ما درتهاش، يلا غادي نديرها تفكرتها. درت تما البزار، التحميره، غادي ندير دابا الملحه، ندير غير شويه حيت اصلا الحوته فيها الملح صافي. الملحه، البزار، درت معلقه معلقه صغيره من كل حاجه، تحميره، سكينجبير، خرقوم، عرق، الراس ديال المعلقه ديال البزار. درت الهريسه ما كثرش على حساب ماجده، ما عرفتش واش كتبغي الحار ولا لا، وشويه ديال الكمون. وغادي ندير نزيد شويه ديال الحامض، ندير الزيت ونزيد شويه ديال الحامض. هنا الزيت البلديه، بغيتو ديروا على الزيت العاديه ديروها، حاولوا ما تيدموهاش بزاف لان مازال عاوتاني غادي ندير لاصوص، ما تيدموهاش بزاف صافي. وهنا زدت عصير ديال الحامضه ونخلط هادشي مزيان مزيان. كما قلت لكم الا بغيتو تشحروها تشحروها، الا بغيتو تشحروها ديروا بصيله هكا محكوكه وشحروا البصله هي الاولى، زيدوا عليها الثومه، عاد زيدوا الشامبينيون البيض والكحل، عاد زيدوا مرحله اخيره هي اللي تزيدوا فيها الفيرميسيل. ولا ما كنتوش باغين تشحروها ديروا الطريقه ديالي، وانا الصراحه كتعجبني هاد الطريقه ديال هكا بحال هاد الطريقه، يعني ما كنبغيش نشحرو، كتجيني يعني ما عندها حتى شي على ما عندها حتى شي يعني علاقه هكا انك تشحري المره الاولى وعاده هو ثاني تابعو الطياب، خصوصا كيكون فيه دابا الكروفيت، فالكروفيت ما كيبغيش يطيب بزاف صافي. هنا كيف ما كتشوفوا خلط مزيان، وغادي نجيب الحوته باش نعمرها وان شاء الله هكا نديرها في الفران. ما غاديش نديرها دابا في الفران، كتبقى هكا ديك ساعه هكا باش نحطها نقدموها زعما ناكلوها، عاد نديرها في الفران. غنخليها دابا غير معمره ومحطوطه صافي. انا خلطتها مزيان، ودابا غادي نجيب الحوته. يا ربي تكونوا كتشوفوها مزيان بلاتي غنبعد لكم باش تشوفوا. وكيف ما كتشوفوا انا دابا غادي نبدا نعمرها، خديتها بحال هكا وغنبدا نعمرها، نعمرها مزيان لحقاش الحوته كبيره وتبارك الله. هنا كاين هاد السيد اللي قطع لي الحوته دار جيب كبير تدخل فيه الحشوه وتبقى يعني وما تخرجش ان شاء الله صافي. كيف ما كتشوفوا انا غادي هكا ندير ونبقى ندكس فيها حتى نكمل الحشوه ديالي كامله، وهانتوما معايا ولا تابعوني تابعوني تابعوني. بقى
مديت مديت هاد هانتوما معايا، بقى بقى لي لاصقه ليا فمي. صافي، وكيف ما كتشوفوا هنا امرتها، غنخليها هنايا بلاتي عاد نطيبها هكا تشرب لي قامه وداكشي كيبنان كيف ما كنقولوا. غادي نطيبها على هذا الشكل هذا ونقدمها على هذا الشكل. المهم هانتوما تابعوني وغتشوفوا ان شاء الله. المهم البنات، انا دابا مقابله اختي كتصوف هاد الشلاضه، وضروري ما تقولينا شنو دارت فيها. شنو درتي دابا في هاد اللوبيا مشرمله؟ هادي مشرمله هادي. شنو درتي فيها؟ هادي لاله مسلوقه مصفيه مزيان تماما من الماء. درت فيها شويه الملحه، معلقه صغيره ديال الكمون، وهذا جوج دروس ديال الثومه. درت فيها الراس ديال المعلقه ديال الهريسه، وفيها الراس تاع المعلقه تاع الابزار، سكينجبير، هذا كمون، تحميره، كمون الكمون قلتو، فيها تحميره، فيها سكينجبير، فيها لقامه كلها. صافي عرفتي كتجي لذيذه، هذه كتجي زوينه. وهذا البنات راه كنا شحرنا فيه دابا واحد شويه ديال الدجاج، وما خلينا لاصوص ديالو، زدتيه شويه ديال زيت العود، الثومه. شنو هو هذا البزار؟ هذيك البزار انتما شوفوا المعلقه قداش اللي كندير بها باش هذيك الكمون اللي جايب. هذا كمون، هذا انا عزيز عليا الكمون في الماكله. شويه تحميره. صافي التحميره تاعنا. هذا البنات هادي داكشي اللي شاط لي انا من العماره ديال الحوته، غادي نشحرو باش نعمر به البطاطا اللي درت هاد التشوانه. غادي نوريكم كلشي ان شاء الله. المهم الحوته راه كطيب، والبطاطا راه كتشوى دخلتها مع الحوته. وهنا راه درت الزيت البلدية، راه هنا دايره في هنا في الشلاضه كلها غندير فيها الزيت البلدية. الزيت البلدية واخا. صافي هادشي بركه، هادشي اللي غديري. لا غنزيد صافي شويه ديال درتي دابا سكينجبير. صافي كاين الابزار، كاين الكمون، كاين هنايا التميره، كاين الثومه. راه حكيت الا بغاو يديروا اللوب ديال الحامض يديروا. يديروا. انا حيت انا لكن انا عصرته، انا عصرته هنايا وعصرته هنا. صافي الا عندهم هما داك المصير يديروا حتى هو كيجي زوين. دابا درتي الملح. الملح هنا حتى هي غنزيد فيها شويه ديال الهريسه. هانتوما شويه تعصري الحامض، ندير قطيرات ديال الحامض. هذا هو اللي غديري فيه خيزو. صافي زعما ندير هذا خيزو مشرمل للبنات. كيجيبها طريقه زوينه. لا راه ضقت اللوبيا راه ما نعاودش لك. دابا الربيع هادي زوينه، هادي كلشي كيشكر ملي كنديرها كيجي زوين. ندير الربيع هنايا كت شويه تسخن العطريه. شويه بعد عاد تطلق ديك البنه ديالها. هاد تسخن المقلون غادي ندير خيزو تا هو البنات راه مقطع هانتوما قطعات صغيورين ومسلوق مصفي مزيان. خليه حتى يصفى من الماء مزيان باش ما يجيكمش داك باش ما يجيش باسل. دابا شرملتي اللوبيا وشرملتي هاد خيزو، اشنو اللي بقى لك؟ راه البربه مسلوقه، البطاطا هي غتشرمليها. ما بغيت نشرملها ولكن ما عرفتش واش غنشرملها حتى هي ولا لا. غنديرها غير مايونيز. ايوا صافي. المهم البنات هانتوما نتلاقاو ان شاء الله، مي بغاو نقدموا هاد الشيء ياك. صافي دابا كلشي كلشي. وهذا سميتو لي بات، لي بات هي غندير فيه غير مايونيز. غديري غير مايونيز يعني شي حاجه اللي معروفه. المهم حنا نصور معاك كلشي وصافي. هاكاك الشميشه ما كتخليش داكشي يبان مزيان. المهم البنات احنا كملنا. هاجر دابا ها هي راه قريبه تدخل، مشات ماما تجيبهم. غادي نحطوا الغدا نيشان لان احنا جانا الجوع. المهم البنات كيف ما كتشوفوا الحوته جات على هذا الشكل هذا، وزينت هكاك بالفلفله مشويه، ودرت شويه ديال صوص طوماط. صوص طوماط البنات راها معروفه يعني راها ساهله يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وهذه الشليضه هذه سلطه دافئه كيف ما كنقولوا هكا. غادي نحطهم بجوجهم في دقه واحده. اللي بغى الشلاضه يهزها واللي بغى الحوت يهزو هكا، كل واحد ياكل زعما في طبيصيلو. وصراحه جاو زوينين وما شهيتكم اللي كتوحم تسمحني لنا تسمحني لنا تسمحني لنا. المهم البنات نمشي نجلس مع هاجر، وان شاء الله هانتوما معنا في الا كان شي حاجه هكا انا نوريها لكم. مرحبا بهاجر. انا ديالي باسبورت، انا ديالي ماشي بالجد جمالك بيبليك. انا ماشي جمالي اصبح
مباشر. مرحبا والف مرحبا بهاجر، ونهار كبير هذا، واخا جيتيني معطله. والبنات ودايره معاها، غتبدا معايا النهار، غتبدا معايا النهار، جايه لي حتى الخمسه. ما كاين باش، ماشي مشكل، تهلاو ليا في صالحها والله. الله يحفظك اختي هاجر، مرحبا والف مرحبا وبصحتك وراحتك. الله يحفظك. وغادي نوريكم البنات شنو جابت ليا هاجر. فالصراحه زعما دارت واحد الجهاز زوين، يعني ما كيجينيش هذا الشيء ضروري بحال هاد شي واحد زعما يجي عند شي واحد وهكا ويكلف راسو. فشكرا اختي هاجر، الله يخطيك. انا غادي نوري البنات شنو جبتي ليا. هذه غتكون باينه شوكولاط، انا غادي نحلها من بعد، غادي نحلها وغادي نشوف هاد الهديه اشنا هي. انا غادي نحلها ثلاثه، شوف كيفاش ندير تنحلها. شي حله ما تكونش شي حله ديال رحمه الله. انا غادي نحلها بشويه بشويه. هادشي زوين، هادشي شوف واختي هاجر محنتي راسك والله القاسم. شوفوا البنات هادو على شكل زليفات زوينين. شكرا اختي هاجر، الله يخطيك وردها لك ان شاء الله في ساعه الخير يا ربي، والله يفكك على خير يا ربي، الله يفكك على خير. فهذه البنات دوك يمكن ديك الصلاديه والزليفات ديالها. فشكرا بزاف بزاف، الله يخطيك هاجر. حنتي راسك، ما كانش عليك الصراحه، يعني تمحني راسك يعني. شكرا، شي بغيت نقول ما لقيت ما نقول لك. انا غادي نوري البنات اشنو اللي كاين هنا، كاين شي حاجه. هذه الصلاديه ديالهم ديال هاد الزليفات، بلاتي نحلها حيت بيد وحده ما يمكنش ليا. البنات هذه صلاديه صراحه زويونه. شكرا اختي هاجر، الله يخطيك الله يحفظك ومرد لك ساعة الخير ان شاء الله يا ربي، الله يخطيك يا حبيبه. والشوكولا غنوريكم البنات الصالون بعد ما فرشتو، اخيرا فرشتو، حيت دوك هذوك الطلامط هما اللي كانوا خاصيني، كانوا عند هذا اللي في السيد اللي في المصبانه وعاد مشاو جابوهم ليا، كان خاص على اللي يجيبهم. راه كانوا محطوطين مغلفين، دايرين لهم في البلاستيك، دايرينهم في البلاستيك وحاطينهم، خاص غير اللي يجيبهم. المهم البنات ها نتوما كما كتشوفوا راني فرشتو وحطيت دوك ديك الصوينيه تما، ودوك دوك العماير وداك الشيء راكم عارفين. المهم داك الشيء على قد الحال البنات، هنا باقي خاصني غير ريدوات، مع الوقت غادي ناخذهم. بغيت ناخذ شي ريدوات هكا في هذا اللون هذا ديال هذا الصالون، اما في الغوز ولا في شي حاجه هكا في الديغرادي ديال هاد لاكولور. تتقولوا لي البنات اش من لون ديغرادي ديال هاد لاكولور، يا اما البنات في البيج ولا في الغوز ولا في الغوز انديان ولا في الموف. تتقولوا لي نتوما اقتراحاتكم ونمشي ناخذ شي حاجه اللي هكا الثمن مناسب. من ناخذ شي حيت ريدوات دابا كنسول كيقول لك 700 درهم 800 درهم 1000 درهم، داكشي كيخليك تقولي صافي بناقص، ولكن ضروري ما غتكون شي حاجه هكا بثمن مرفق شويه. المهم هو هذا الصالون البنات، هنا بقى لي غير هذا القنت، هذا القنت هذا هو اللي غادي تجيني فيه شي ال. غادي نحاول نشوف شي صالون هكا، انا غنجيكم من هنا باش يبان لكم مزيان كما قلت لكم، غنحاول نشوف شي ال تجيني هنا في هذا القنت، نشوف افيتو ولا شي حد هكا اللي كيبيع هاد الاثاث المستعمل، ويكون في نفس الوقت يكون شويه نقي، ما يكونش مستعمل ومدقدق، يكون شي حاجه اللي نقيه بواحد الثمن مناسب، ونعمر بها هاد البلاصه هذا، تكون عندها شي طبيله ونحطها هنايا. البنات نتوما قولوا لي كيفاش جاكم هاد الاقتراح، وانا غادي نشوف هكا الاغلبيه شنو تيقولوا، غادي ندير برايهم. وهنا هادي راه بلاصه التلفازه، تنجيب التلفازه ان شاء الله. هنا مع كلشي عنده التليفونات، باقي حتى حد ما مسوق التلفازه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا دوك الكريتيات حطيتهم تما وصافي، حيت ما صراحه ما
واخا ما جاوش هكاك في اللون ديال الصالون، ولكن راه محطوطين تما حتى دابا، راه باقي بزاف د الحوايج عادي يكمل هذا الصالون. المهم البنات هادشي اللي كاين قولوا لي كيفاش جا. المهم فرشناه ومهم عمر شويه البيت، ماشي بحال في الاول كان البيت خاوي كيبان خاوي. الفراش البنات كيلعب دور ودور كبير بزاف، ف زعما الواحد يحيدها من شي حاجه اللي هي غير زايده ويفرش، يعني واخا ماشي عاوتاني يفرش شي حاجه اللي كثيره، غير هو يحاول انه يدير شي حاجه اللي تعمر ليه مثلا الصالون ولا هذا. دابا راه كاينين شي ثواب كيتباعوا، كانت قالت لي اختي كاينين شي ثواب كيتباعوا ب20 درهم وزوينين، قالت لي خاصني نهبط انا وياك لدرب عمر ونمشيو نشوفوهم. المهم باش الى فرشت البيت الاخر ولا هذا نلقى باش نلمطو، وهذا الشيء اللي كاين البنات. يلا ندوزو ان شاء الله باش نكملوا هذا الفيديو.